تطور في الصناعات الدفاعية. ممنوع ممنوع نقول ممنوع والبعض يتهكم. كان تركيا ممنوع، الآن أن تركيا تصل إلى أن تصبح خامس دولة في العالم تصنع هذا النوع من الطائرات من الجيل الخامس، هذا إنجاز كبير. والله البعض بيحكي لك أنه يعني أنتم بتحكوا هيك لأنه بتحبوا أردوغان ونظرية المؤامرة، يعني لا لا يا اكتشاف النفط في الشرق التركي بعد ما قالوا أنه ما في نفط، دليل شو؟ قبل الضفط الصناعات الدفاعية، كندا أعلنت العقوبات، ألمانيا كانت أعلنت العقوبات، السويد لماذا كانت تركيا ترفض دخول السويد إلى وما زالت إلى حلف الناتو؟ أحد شروط تركيا رفع العقوبات فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. بريطانيا كانت تفرض، كل الغرب كان يفرض عقوبات، ثم يقول لك أنت تحب أردوغان. بس بئر النفط فيما يتعلق أغلق بباطون، أغلق بإسمنت مسلح حفر سابقا، كما قالوا في البحر الأسود لا يوجد نفط لا يوجد غاز، قالوا هنا لا يوجد نفط. لم ليت تركيا قبل 20 أو 30 سنة كانت اكتشفت الغاز واستخرجت الغاز، كنا الآن قطعنا مسيرة طويلة. الآن تركيا متأخرة بمسيرة التنمية، تأخرت 20 سنة مع أردوغان. كان هناك عقوبات، ممنوع أن تمتلك تركيا قوة استراتيجية، والقوة الاستراتيجية هي عبارة عن سلاح، أن تصنع سلاحك وأن تؤمن الطاقة. انظر ما حصل بأوروبا عندما أغلقت روسيا أنابيب الطاقة،